خليني ارحب بالاستاذ خالد محمود. استاذ خالد مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين يا فندم. اهلا بحضرتك، اهلا بيك استاذ خالد. هل في البدايه كنت متوقع انه يعود رئيس الحكومه الحاليه الليبيه يعود الى فكره خوض الانتخابات وسباق الانتخابات في ليبيا بحكم قضائي؟ كنت متوقع ده؟ شكرا لك. هو بغض النظر عن يعني دخل الانتخابات او لم يدخل، مش هو النقطه الاهم في الملف. انا اظن هنا انه بالاساس لن تتم ربما الانتخابات في الموعد اللي طالما الامم المتحده بتتكلم عنه 24 ديسمبر. يستحيل في ظل الاجواء الحاليه ان تتم هذه الانتخابات. وامبارح بالليل كان وزير داخليه حكومه البلده خالد مازن بمهد التمويل ده، كان بيتكلم على انه يعني في طرقات امنيه من شانها ان تهدد ما سماه بالخطه الامنيه الموضوعه لتامين الانتخابات. ده كلام وزير الداخليه المسؤول الاول عن تامين الانتخابات. قعد طول الاشهر اللي فاتت بيتكلم على انه لدى الفرق القدره على تعديل الانتخابات وانه عندها قوه مكونه من بضعه الاف وانها مدربه ومجهزه وانه عنده دعم دولي، لكن في نهايه المطاف في ظل الانقسام السياسي الحالي وعدم توافق اولا على قانون الانتخابات، ثانيا على قائمه المرشحين المحتملين لهذه الانتخابات، وفي ظل الوضع الامني الحالي بغرب ليبيا يصعب جدا اجراء الانتخابات في بعدها. بظن انا بتفسر بايه تغيير خطاب وزير الداخليه الليبي؟ هو تغيير كان يعني متوقع، لانه حضرتك انت عشان تعملي اي انتخابات او اي دوله في العالم عشان تعملي انتخابات لازم يكون عندها بالاساس جهاز امني قوي ومحترم. ده مش موجود في غرب ليبيا يعني بالمجمل، ناهيك بقى حضرتك عن وجود جيش من الميليشيات المسلحه، وايضا ما زلنا بنتكلم على وجود طبقه من هنا او هناك على الاراضي الليبيه وتحديدا في غرب ليبيا. هكذا وضع امني بالتاكيد تستحيل معه اي عمليه انتخابيه. ده مش جديد في التصريحات يا استاذ خالد بعد اذنك، لانه قبل كده اشار بشكل او باخر عبد الحميد الدبيبه خصوصا في محافل دوليه لما كان يسال عن هل ستتم الانتخابات الليبيه في موعدها، فكان دائما يهرب من اجابه بشكل واضح. سؤالي لحضرتك، هل عودت عبد الحميد الدبيبه، خلينا نتوقع وكانه الانتخابات يعني تصريحات وزير الداخليه لم تغير في شيء، ولكنها ستغير طبعا في قواعد اللعبه بشكل كبير، هل هيغير في المشهد الانتخابي؟ ولا مش هيغير، لانه انا بقول لحضرتك المساله مش في سيناء او صدى ترشح. طبعا دبي ده مرشح تركيا جماعه الاخوان المسلمين، ومرشح الميليشيات المسلحه، هم ما عندهمش مرشح يعني بيعبر عنه بشكل مباشر. هم باستثناء دبي هو فتحي بشاغه اللي هو كان وزير داخليه في حكومه الوفاق برئاسه الشغل. في المقابل اذا كنا بنتكلم على انتخابات وحظوظ المرشحين، المرشح الاقوى القادم هو طبعا المشير خليفه حفتر، حظوظ اقل للمستشار عقيله صالح رئيس مجلس النواب، ايضا حظوظ يعني ضعيفه جدا لسيف الاسلام النجم الثاني للعقيد الراحل محمد الزكي، على الرغم من انه يعني احنا بقى لنا دخلنا في اليوم الرابع هو مش عارف حتى يقدم طعن على قرار ابعاده من الانتخابات. الوضع بشكل عام يعني بيعبر عن انقسام سياسي كبير جدا، وهناك مخاوف من ان ده يعني يترجم الى مشاكل امنيه على الارض. وزير الداخليه كان واضح وصريح امبارح لما كان بمهد ترزمات هيكل الانتخابات القادمه، بالرغم من انه المبعوث الاممي تعهد امامه، وايضا سفير الاتحاد الاوروبي تعهد بانه الانتخابات ستتم، لكن
هذه المواعيد اللي تتحدث عنها المجتمع الدولي. وهنا سؤالي لحضرتك استاذ خالد، هنا لا. سؤالي لحضرتك انه وحضرتك توقعت وده بنيته على تصريحات وزير الداخليه الليبي، وايضا انا اشرت ان كان المساله مش جديده، عبد الحميد الدببه قبل كده اشار انه او كان يهرب من فكره انه الانتخابات الليبيه هتتم في مواعيدها ام لا، ام كان ما بيعطيش اجابه صريحه كانت تميل اكثر الى انها لن تتم. تتوقع رد الفعل الدولي ايه؟ ولا حاجه، المجتمع الدولي هيفضل طول الوقت يردد للصور المشروخه ضروره الانتخابات في مواعيدها، رغم انه يعلم تماما استحاله ده. المساله هنا ان المجتمع الدولي، وانا سبق اشرت ليها، المجتمع الدولي ما هوش جاهز لحل الازمه. لا يمكن اجراء انتخابات في اي دوله في ظل انعدام الامن ووجود مفضل للميليشيات المسلحه. مساله بسيطه جدا. تمام. هل تتوقع من مفاجآت في الأيام القادمة؟ ربما يعني المحكمة في تربص تحكم باستبعاد المشير خليفة حفتر، ربما هيطعن هو يعني، لكن في نهاية الأمر الغرب الليبي هيحكم تماما، لأن إقصاء المشير حفتر رسميا من الانتخابات يعني بالضرورة اندلاع حرب، والمجتمع الدولي كله يعلم ذلك. قواعد الاتفاق اللي تم في جنيف انه الاطراف السياسيه التي تتصارع عسكريا تتخلى عن السلاح وتتجه بدلا من صناديق الذخيره الى صناديق الاقتراع، لكن اذا تعذر ذلك بالتاكيد هيحتكموا للسلاح مره ثانيه مع الاسف. وترجع ليبيا للمربع صفر؟ لا، نتمنى طبعا انها ترجع، ولكن بناء على التحليل. نعم، المشهد زي ما قلت هيك بكل امانه، مانيش متفائل كتير قوي باي عمليه سياسيه في ظل الفوضى العسكريه والامنيه اللي فيها ليبيا، خاصه المنطقه الغربيه منها اللي بتخضع بالاساس، يعني عشان نسمي الاشياء بمسمياتها، غرب ليبيا محتل من تركيا ومحتل من المرتزقه التابعين لها، وهناك جيش من الميليشيات المسلحة سلاحه خارج الدولة الليبية، ولا زال يهدد أمن واستقرار المواطن، فضلا عن أنه بيهدد بشكل مباشر وواضح أي عملية انتخابية. أشكرك أستاذ خالد محمود، بشكرك شكرا جزيلا.